الآن. استقبل رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي وفدا من دولة الإمارات ضم وزير شؤون مجلس الوزراء سعادة وجودة الحياة بحضور سفير الإمارات في القاهرة. وخلال اللقاء أشاد مدبولي بالتعاون القائم بين البلدين في مجال التطوير والإصلاح الإداري، معربا عن تطلعه لتعزيز هذا التعاون خلال الفترة المقبلة، وضم مجالات جديدة وغير تقليدية إلى منظومة التعاون القائمة. ومن جانبه أكد وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي أن التعاون القائم على المستوى الحكومي يأتي ليكمل التعاون المتميز على مستوى القطاع الخاص، مشيرا أن مصر هي وجهة الاستثمار المفضلة للمستثمرين الإماراتيين. أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن ما تردد عن رفع الدعم عن رغيف الخبز في الموازنة العامة الجديدة للدولة مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة. هذا وقد تواصل المركز مع وزارة التموين والتي أكدت على استمرار صرف رغيف الخبز للمواطنين على البطاقات بخمسة قروش دون أي زيادة ولا تفكير بالمساس به، كما ونفى المركز خسارة مصر 10 مليارات جنيه سنويا من الضرائب وارتفاع معدل البطالة في مصر إلى 25%. أعلن الجيش الأفغاني صده لهجوم منسق شنه مسلحون تابعون لحركة طالبان على نقاط تفتيش أمنية تابعة للجيش في إقليم كونار شرقي البلاد، والذي أسفر عن مقتل وإصابة ثلاثة من مسلحي طالبان. وفي نفس السياق صرحت مصادر عسكرية مطلعة بأن القوات الخاصة الأفغانية نفذت عمليات أمنية منفصلة في إقليمي كندهار وهلمند، ما أسفر عن مقتل اثنين من مسلحي طالبان والقبض على ثلاثة آخرين وتدمير كميات من الأسلحة والمتفجرات في مواقع تابعة للحركة. أشاد الرئيس الكوري الجنوبي مون جي آن بالجهود المشتركة للرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش والرئيس الكوري الجنوبي الأسبق رومون هيون التي تمثلت في إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين والمفاوضات السداسية لنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية، موضحا أنها لعبت دورا كبيرا في تطوير التحالف بين الجانبين. وجاء ذلك خلال استقبال مون لبوش اليوم في سول، وذلك في إطار زيارته لحضور حفل إحياء الذكرى السنوية العاشرة لوفاة الرئيس الكوري الجنوبي الأسبق رومون هيون، كما أشار إلى التعاون الوثيق الجاري مع رئيس ترامب لتطوير التحالف بين البلدين، داعيا بوش إلى الاهتمام المستمر بتطوير التحالف بين الطرفين. ورياضيا، فقد النادي الأهلي نقطتين في مشواره نحو بطولة الدوري المصري لكرة القدم بعد تعادل مع ضيفه الإسماعيلي بهدف لكل منهما في لقاء مؤجل من الأسبوع 18 للبطولة. وأحرز اللاعب المغربي وليد أزارو الهدف الأول للنادي الأهلي في الدقيقة 73 من المباراة، بينما سجل كريم بامبو هدف التعادل للإسماعيلي في الدقيقة 84. وبهذا التعادل تصدر المرد الأحمر جدول ترتيب الدوري برصيد 74 نقطة، فيما ارتفع رصيد الإسماعيلي إلى النقطة 42 من المركز السابع.